الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، سنقوم الآن بذبح خروفين بالطعام عقيقة وبنية الشفاء عن وليد محمد حبيب الله من عين ماهل تحت إشراف فريق صلاح موسى نابل الخير. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الآن سنقوم بتقطيع خروفين. بسم الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، في هذه اللحظة أيها الأحبة الكرام يتم طبخ خروفين مع طعام عقيقة وبنية الشفاء عن وليد محمد، عن وليد علي محمد، عن وليد علي محمد حبيب الله من عين ماهل، في قمة جبل والرعد والبرق هنا والأمطار تنزل تارة وتوقف تارة أخرى. وضعنا هذه الأطعمة في أكياس حتى لا تتبلل بالماء.